Hello, hello, welcome again. Unit number 6, My Dream Vacation. Page 42, Weekend number 6. Manhaj Weekend 6. My Dream Vacation. هذه المادة التعليمية تقدم لكم من قبل الأستاذ خلف. أنا معلم لغة إنجليزية ولدي قناة باليوتيوب تجدوني عبر البحث بعبارة خلف English. خلونا نبدأ بالدرس. My Dream Vacation يعني رحلة أحلامي. الدرس هذا نتعلم شلون نتكلم لما نذهب إلى سفر، لما نذهب إلى مكان بعيد، كيف نصف وقت الرحلة، وش راح نسوي بالمكان هذا. هذا مختصر الدرس. طيب خلونا نشوف المحادثات اللي فيها طريقة الوصف وطريقة الكلام. Where are you going? أين أنت ذاهب؟ I'm going to نقط، يعني أنت تقدر تقول I'm going to مكة، أنا ذاهب إلى مكة مثلا، أو أي اسم من أسماء المدن هذه. طبعا هذه واضح أنها لوحة مطار، وهنا رقم الرحلة، وهنا توقيت الإقلاع، وهنا أسماء المدن التي ذاهبة لها الرحلة. طيب المحادثة رقم 2، How long does it take to get there؟ يعني كم يبيلها علشان توصل الرحلة. It takes about فراغ، يعني it takes about 2 hours، ما تأخذ ساعتين. 3 hours، 3 ساعات، وهكذا. هذه الجملة علشان تقول أنها تأخذ ساعتين أو 3 ساعات الرحلة. It takes about. طيب المحادثة الثانية لوصف الأفعال اللي أنت رايح تسويها. What are you going to do there؟ وش راح تسوي هناك؟ I'm going، أنا رايح sightseeing، يعني سياحة أو اطلاع على معالم المدينة، sightseeing. skiing اللي هو التزلج على الثلج، skiing. هنا diving الغطس. هنا study at an English camp، أدرس في معهد لغة إنجليزية. المحادثة الثانية عبارة عن محادثة بين مثلا أنت كنت بالطيارة وتقول أنا أبغى عصير ولا شلون نقولها. طيب هذا الفلايت attendant اللي هو المضيف، good evening، what would you like to drink؟ مساء الخير، وش ودك تشرب؟ hi، I'd like some juice please، أنا أبغى عصير. طيب apple or orange juice؟ يعني ما في عصير تفاح وبرتقال، إيش تبغى؟ apple juice please. طيب okay thank you very much. طيب الآن هي قالت here you go، تفضل. thank you. وهذه ردت قالت you're welcome. وهذا مختصر what would you like to drink، يعني وش ودك تشرب. What would you like to eat؟ وش تحب تاكل؟ طيب طبعا لازم تتكلم، تعرف الكلمات وتعرف أكل أسماء الأكل. يعني في قصة مشهورة أشبه بالنكتة، إنه واحد سافر ما يعرف إلا إيك بيض، وكل يوم إيك، ها ودي لايك تحب تاكل، ما يعرف إنجليزي إلا إيك. فانتبه تكون مثل هذا الشخص وما تعرف إلا إيك. You have to learn the names of the food. انتهى الدرس، شكرا لكم ونراكم بالدروس القادمة. Goodbye.